بعد طول انتظار وغياب طويل، يعود النجم محمد سلام للشاشة الكبيرة مرة أخرى بفيلم سينمائي الجديد بضع ساعات في يوم ما، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. ويعد هذا العمل بمثابة عودة سلام للسينمات بعد غياب، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم رمسيس باريس مع الفنانة هيفاء وهبي العام الماضي، فيما كان آخر أعماله الدرامية هو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد لسلام بدور العرض قبل نهاية العام الحالي، وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل. يشار إلى أنه تم تأجيل عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب العديد من الأزمات، والتي كان آخرها أزمة سلام مع بيومي فؤاد. جدير بالذكر أن الفنان محمد سلام كان حديث الرأي العام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض، ما اعتبره البعض إحراجا للأبطال المشاركين في العمل، ومنهم الفنان بيومي فؤاد الذي خرج لانتقاد محمد سلام بعد عرض المسرحية. جاء اعتذار سلام عن المسرحية بسبب أحداث القطاع في أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى عدم تواجده في معظم الأعمال الفنية وتم تأجيل البعض منها. آنذاك نال محمد سلام الدعم من الجمهور بسبب موقفه، حيث أصبح واحدا من الفنانين المفضلين للجمهور بشكل كبير.